يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في عدد السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة؟ القول الراجح أن أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين، هذا هو القول الراجح. وبعض العلماء يقول 6 ركعات ب3 تسليمات، لأنه ورد حديث في هذا، ولكن الذي عليه الأكثر والجمهور أنها هكذا، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات. وبعضهم يقول إن صلاها في بيته فإنها تكون ركعتين، وإن صلاها في المسجد تكون 4 ركعات. نعم.